السؤال رقم 41، أي من هذه الأشياء الآتية ممكن يعمل acute seizures؟ hypokalemia, hyperkalemia, hyponatremia, hypernatremia, C and D. C and D، زي ما اتفقنا قبل كده is CNS disorders أو CNS symptoms ممكن تيجي مع الصوديوم abnormality، سواء بقى كانت hypo أو hyper، ماشي؟ إنما الكاليميك يعمل cardiac abnormalities، ماشي. سؤال 42، واحد عنده 55 سنة جاب severe headache بعد head trauma، CT is shown، طبعا لا شون ولا لينا ولا نيلة، which is the most likely diagnosis؟ severe headache. طب حد انا من دون CT او في ايه، في كلمة كده مشهورة worst headache of my life، وبتبقى نربطها على طول بالاراكنويد هيمرج، فلو اعتبرنا a severe headache هو ده بيبقى سبب انه تيمرج سبدور الهيماتوما. طب انا لا الام، لا الام لان هو مفيش صوره، انا اعرف منين يعني؟ السبدورال دي طبعا بتبان كانها كريسنت شيبد، اللي هو يعني شبه الهلال كده، تمام؟ ابيدورال لينس شيبد، السب اراكنويد تبان في السي اس اف على فكره يعني، بس دي مثلا انترا فينتريكولار، ادي السب اراكنويد، انترا بارينكيمال، ادي السبدورال كريسنت شيبد، وادي الابيدورال لينس شيبد. شكرا يا مصر، ابعتوا الصوره المره الجايه. The following is incorrect regarding urinary investigations، حاجه غلط عن urinary investigations، ماشي. The IVP the kidney may be not visualized if congenitally absent surgically removed، ممكن. The best advantage in performing a CT in urinary tumors is to assess exact extent and invasion. ماشي تمشي، هو عايز ايه؟ هو عايز حاجة غلط؟ ماشي. The ultrasound is indicated for any renal cyst، في الغالب IVP is not indicated after any abdominal trauma. لان انت ممكن الداي دي انت بتحقن داي تكون وحشة للتروما يعني تنزل، ما اعتقد، مش عارف. Isotope imaging show fractional renal function، fractional renal function بالايزوتوب ايمجينج، لا ربما، ممكن. انا دي بتاعت الرقم دي حاسسها غلط. الترا ساوند از انديكيتد فور اني رينال سيست، هي دي اللي غلط، مع ان معظم الرينال سيست يعني هتحتاج سونار. هي الفيس لاين ايمجينج مش عارف ايه، كان ايزي ريكوجنايز سمبل فلويد سيس مارك مش عارف ايه، وان ذيس كرتير ابسنت اسيستيك نيل ليجن از كلاسيفايد از كومبلكس، ما جابش يعني، مش فاهم ليه دي غلط يعني. طب ما انت هتحتاج از انديكيتد فور اني رينال سيست، الجمله اصلا تحسها متخلف. الترا ساوند از انديكيتد فور اني رينال سيست، طب انت عرفت منين انها رينال سيست؟ حسيتها يعني؟ طب بعد ما تحسها تعمل ايه؟ انت لازم تعمل سونار، الا مثلا بقى لو سن كبير مثلا وجايه مش عارف، لازم تعمل سونار. ما علينا. Auscultation of a case of bronchopneumonia usually reveals، انا مش عارف ليه يا جماعه اللي فوق ده، لو انا غلط او انا دماغي يعني مش لاقط السؤال ممكن تعرفوني في الكومنتات. Auscultation of a case of bronchopneumonia usually reveals، في البرونكونومونيا reveals ايه بقى؟ sonorous ronchi and non-consonating crepitations، والله ممكن. harsh vesicular breathing diminished air entry و sibilant ronchi bronchial breathing و consonating، انا مش فاكر ايه الفرق ما بين consonating و non consonating، مش فاهم يعني، مش فاكر يعني consonating اصلا، تمام. و wheezes، فهي خلاص هي كده يا A يا D، حادي بادي كرومبو D bronchial breathing. ليه بقى؟ هو انا متاكد ان هيبقى فيه crepitations لان في كلمه نمونيا، وطالما برونكو نمونيا يبقى bronchial breathing، فايه حته بقى consonating non consonating مش فاكرها قوي يعني، ايه ما كنت يعني ما كنتش بحب قوي عمل البطنه، فتلاقيني فيه مش قد كده، مع ان هو مهم، بس هو الفكره ان الستايل عمل البطنه في مصر كان سبوبه، ما كانش علمي وانتفع به في حد نظري يعني، العلم اللي انتفع بيه بتاعه يخلص في قعدتين تلاتة،
بحد محترم يديلك البيسكس، وانت بعد كده تبدأ تشوف ده على ارض الواقع مرة واتنين وعشرة من النايب بتاعك او ايا كان اللي فوقيك، وتبدأ تجرب بايدك مرة واتنين وعشرة، خلاص كده انت معاك عمل البطن المحترم. انما بقى مش عارف ايه وام نظري ومش عارف ايه، ويعوم بيك في النظري وتجيب بقى بعد كده حالات في الغالب معظمها كرونيك، وهم عارفين عن مرضهم اكتر منك، وتدخل تعمل تمثيلية وتديهم فلوس عشان يديك معلومات تدخل الامتحان. متخلينيش انطلق في موضوع العمل ده، مستفز جدا. ماشي، في بقى طبعا الرجاله ما شاء الله جايب لك الكونسنيتنج والنون كونسنيتنج بالتفصيل بقى والكلام كله. يعني ايه بقى بالمره بقى كونسنيتنج كريبيتيشنز ويز ميتاليك تون، تحسها رنه معدنيه، indicates consolidation for the surrounding of life. اما بقى النون كونسنيت ده طبعا ساعتها هيدل على النمونيا، لانج ابسس، برونكياكتس كده يعني. اما النون كونسنيتنج كريبيتيشنز بدون الايه الميتاليك تون فتنديكيت هيلثي سراوندنج الفيلاي زي ما بنشوفها في البرونكايتس. فانت طبعا ودانك مدربه جدا على موضوع لا ميتاليك تون كونسنيتنج نون كونسنيتنج كده يعني. ماشي، السؤال اللي بعده 45، in which is the following pancytopenia is least likely to be seen. هنشوفها في البلاستيك ده اكيد، سايتوتوكسيك ثيرابي في الغالب، سايتوتوكسيك يوصل بيها زي الانتي كانسر وكده، الحاجات دي كلها بتعمل مايلو سبريشن اللي ممكن يعمل بانسايتوبينيا. اتش اي في انفكشن ممكن جدا، لوبس ممكن جدا، تيوبركلوسز لا تمام، انما اللي فوق كلهم يعملوا بانسايتوبينيا، كله بيضرب البون مارو، كله ممكن ايه يقلل لك كل الخلايا، كرات دم حمراء، بيضا، بليتلتس. ماشي، 46، سؤال طويل، which is the following is the most appropriate response by the physician. طب هو ايه response الايه بقى؟ at the close of the visit the patient thanks the physician profusely to deal a gift of bottle of wine saying she is appreciative that she is willing that he is willing to see her on such a note. بتاع ده كان متكرر، فقال لك انت ترد بايه بقى؟ طبعا الحاجات دي لها ليس لها علاقة بالسؤال، السؤال السؤال الاجابه ان انت والله انا متشكر جدا وبتاع، بس انا ما اقدرش اخد الايه الهديه اللي هي هنا ازازه خمر، طبعا ده بيحصلش في مصر يعني. ف نوت بوك ريبيتد من الاكزام شاف ايه بت واز ديفرنت تشويسز، طبعا الاختيارات هناك بقى كان ايه لا او يا ما كانش لي لازمه تعب كده يعني، بس طبعا الاجابه الصحيحه ايه اي ام ان اي 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 ابريشيت يو ثانكس بت ايم ان ايبل تو اكسبت ذا gift مش جست. ماشي، ولا عنده 12 سنة، عمل لابروسكوبيك ابندكتومي من 7 ايام فاتوا عشان كان عنده سابيرتيف ابندسايتس، في اخر 48 ساعة بيشتكي من رايت اليك فوسا بين وفوميتنج وابدومينال ديستنشن، باول ساوندز ار ابسنت، والبيسك اوبزرفيشن ان ارايفل ار بولس 125 يعني عالي، بلاد بريشر 164 100 على 64 ودرجه حرارته 38.2 من 10. His mother is a nurse and says that he has had a spiking temperature of above 39 at home. The most likely cause ABA. Post operative adhesive intestinal obstruction, wound infection, small bowel atresia, intra abdominal abscess ولا irritable bowel syndrome. انا افكر في الابسس بحكم الفيفر الرهيبه، وبحكم برضو انه عنده localized pain في الرايت إليك فوسا، وان هو اصلا already كان عنده suburative appendicitis. انا افكر في الانترا ابدومينال ابسس. قال لك غلط، الاجابه الصحيحه wound infection. ماشي، انا والله كنت فاكر يعني كنت تحسب هو بيقول انترابدومينال ان هو يقصد الحته دي بعينه، بس ده غباء لانه ممكن كده يكون اسس في حته، انما صح طبعا يكون الانفكشن في الوند نفسه. انا كنت احسبه يعني ايه، مش هقدر ادافع عن اجابتي بس لا اصر يعني ايه دماغي راحت ان الابسس في مكان الحاجه اللي اتعمل فيها العمليه اللي هو الايه اللي هو الوند، فهو وند انفكشن قد يكون ابسس بس هو في الغالب جاست انفكشن بدون ابسس يعني. المهم، هي early manifest by wound pain post operative fever. الادهيزيف انتستاين اوبستراكشن هتيجي باعراض انتستاين اوبستراكشن ابدومينال بين وفومتنج ديستنشن مش عارف ايه انترا ابدومينال ابسس
معظم الاسيدز بتعمل فيفر ابدومينال ديسكمفورت رينجينج فروم مينيمال تو سيفير يوجوالي نير ذا ابسس الباراليتيك الياس ومش عارف ايه مي ديفلوب نوسيو انوركسيا ما علينا. دي الايرلي كومبليكيشنز بوند انفكشن ده الموست كومن ايرلي كومبليكيشن بعد الابندكتومي بوست اوبراتيف الياس بوست بورت سايت هيماتوما بوست اوبراتيف بليدنج او بوست اوبراتيف ليك وادهيجن الاوبستراكشن. طيب خلاص يبقى هي طبعا مجرد وند انفكشن لان ده الموست كومن ايرلي كومبليكيشن بعد الابندكتومي فور بيرفوريتد ابندكتيس. ولو ان انتر ابدون ابسس هو والله سبيشالي ان جانجريس او بيرفوريتد ابندكتيس responsible for the majority of reported death after laparotomy appendectomy. ماشي سؤال 48 اي من هذه اللوبس ممكن يعمل انوزميا if it had ischemia الفرونتال ولا برايتال ولا الاوكسيبيتال ولا التيمبرال ولا البرين ستيم. هو السنتر بتاع الشم ما كان موجود فين؟ طيب والنيرف بتاعه هو انا فاكر الالفاكتوري نيرف كان بيعدي من الكريبريفورم باليت او كريبريفورم بليت ويروح للفرونتال لوب على ما اذكر هو اقرب حاجه ليه هنا فرونتال لوب صح من الالفاكتوري كورتكس انفورميشن اباوت اسم السنت الاوربيتو فرونتال كورتكس فدرس الميديا مش عارف ايه بلا 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 لوكيتد ما علينا. المهم ان هي كانت صح في الفرونتال لوب لان الالفاكتوري نيرف زي ما بقول لكم هو كان هنا كده وخارم الكريبري فورم بليت فمش هقعد بقى ارجع ورا مشوار هيطلع ليه للفرونتال لوب على طول او ادي السنتر بتاع الاسميل هنا طبعا السبيتش ليه الاثنين بتوعه الموتور كورتكس الايس السنسري كورتكس ثم طبعا الفيجن ورا في البوستيريور كوردينيشن في السيربيلم اللانجوج هنا كويس حلو كونسنتريشن بلاننج اللي بنسميه بري فرونتال كويس كويس جدا ماشي مراجعة سريعة للـ CNS كده locations يعني. What is the earliest commonest presenting feature of anterior cervical fibroid? Fibroid طالع في الـ anterior cervix؟ الله رخم يا قولي. Frequency of urine, bleeding, acute abdomen constipation ولا none of the above. في الـ cervix. انا بشك ما بين فريكوانسي اوف يورين او بليدنج حكم ان هو مثلا ممكن يكون ضاغط على اليوريثرا فيعمل فريكوانسي اوف يورين وفي نفس الوقت السيرفكس يعني لايبل فور فريكشن ده يعني ممكن يحصل باسباب كتيره المهم يعني ممكن يعمل بليدنج انا شاكك ما بين دول انا اخد فريكوانسي اوف يورين هي دي مش عارف ايه سيرفيكال لايما يوم كوملي سنجل شافي anterior cervical fibroid ممكن تضغط على urinary bladder واليوريثرا وبتدسبليس اليوريثرا physical junction giving rise to urinary frequency retention ماشي اهو ادي cervical fibroid في الغالب في الانتيريور وده طبعا هيكون ضغط على ايه على اليورينري بلادر وعلى اليوريثرا ثم بقى سؤال فيه ارقام عشان يعني ايه نختم كده بحاجه جميله 65 سنه بيشتكي من 50% توتال بودي سيرفيس اريا بيرن لما كان بيحرق مش عارف ايه كده في ورا بيته ذا بيشنت از ريسوسيتيتد وذ لاكتيدرينج اسوليوشن باستخدام باركلينت فورمولا ووزنه 80 ايه بقى الريت اوف اللي بتعرفه في اول 8 ساعات اول 8 ساعات هتدي ايه 50% من الفلويد اللي هو كام بقى نحسبه ازاي 4 في الوزن في التوتال بودي سيرفيس اريا ف 4 في احنا ممكن في التوتال بودي سيرفيس اللي هي 50% في نص يعني 4 في نص يعني 2 و2 في 80 ب 160 تمام هو فين انا بقول حاجه غلط ولا ايه طب 4 في 80 انا مش عبقري رياضه فعادي جدا ممكن اغلط يعني انا ادي لك القانون احسبه ممكن اغلط عادي بس خلينا بالراحه كده 4 في 80 في 50% طب 4 في 80 0 4 في 8 32 320 في 50% اللي هي 160 الله اجيبها يمين اجيبها شمال 1000 مللي طب ادي 4 في توتال بودي سيرفيس مش عارف 50% جيفن في اول 8 ساعات انا هرجع اقسم ال 160 دي برضه ستيل 50% جيفن في ايه في ال 16 اللي بعدهم 4 في 50 في 80
هو 50 دي انت بتضرب في 50، مش بتضرب في 50 على 100. مش بتضرب في نص، انت بتضرب في 50 نفسه، يبقى 4 في 50 في 80، يطلع لك ب 16000. تقسمها على الاتنين لان هو هياخد النص بس في اول 8 ساعات، يبقى ايه 8000 ملي لكل 8000 ملي في الثمان ساعات، يعني تساوي 1000 ملي في الساعة. تمام، سؤال محترم، او انا اللي غبي بس هو يعني ايه، هو سؤال جميل. والبيركنت فيرمولا العادية جدا ما بنضربش في 50 عمليه، بتضرب جاست في 50. وبعدين طبعا تركز من الوحدات المستخدمة، هو هنا عايز الملي لكل ساعة، فانت لما هتحسبها هتحسب هتدي كام، هتدي كام في الثمان ساعات. فانت لو مثلا 8000 في الثمان ساعات ده يساوي 1000 في الساعة، اللي هو الاختيار رقم سي.